orang. Avec un giratoire surface qui va décongestionner dans les zones de chargage. اليوم اعطينا اشاره الانطلاق الى لثلاث مشاريع مهيكله في الجزائر العاصمه كما رايتم، وهو النفق التحتي في شرقه، والطريق اللي تربط من باب الواد عبر ملعب خمسه جويه جويليه وتلحق حتى بابا حسن والدويره، والطريق هذايا مفترق الطرق للحق من السحاوله لبير خادم اللي رايح الفوق يفك الخناق على هذا الناحيه هذه. هذه الطرق هذه رايحه تنقص الضغط على هذا طريق السيار اللي تخلي المرور يكون نقدروا نقولوا اكثر ارتياحيه في يكملوا هذه المشاريع هذه. وشفتوا مده انجاز المشاريع راهي تتراوح بين 8 شهور حتى 14 شهر، وان شاء الله في اواخر 24 كنا دخلنا في مرحله جديده وين هذا الضغط هذا اللي راهو في الجزائر العاصمه راح ينقص ان شاء الله.